تنبيه، هذا الفيديو برعاية رئاسة الجمهورية. اللي مش عاجبه كلام الرئيس قيس سعيد يدو يغسلها مليح بالماء والصابون على خاطر الكورونا ما زالت ما وفاتش. In 5 4 3 2 1. الأستاذ راشد هو من الشخصيات الأساسية في البلاد. بالتأكيد إذا كان ما حصلش هذا، إذا كان ما وقعش الاتفاق على لا شرعية عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر. عاشت تونس في هذه اللحظة التاريخية عن حق المجلس النيابي. ماذا يريدون؟ حكومة أخرى؟ ماذا يريدون؟ يريدون الاختتام، يريدون الفتنة. ماذا يريدون؟ حكومة أخرى؟ ماذا يريدون؟ حكومة أخرى؟ ماذا يريدون؟ يريدون الاختتام، يريدون الفتنة. أعلنوا اليوم في هذه اللحظة التاريخية.